وفي نشرتنا معكم نفتح نافذة اقتصادية. الوقفة الاقتصادية يقدمها لنا الزميل مصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكرا فاطمة خليل وشكرا نهى توفيق. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة من أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة. فاز البنك المركزي بعدد من جوائز التحالف الدولي للشمول المالي والذي يضم فيه عضويات أكثر من 100 مؤسسة مالية وبنوك مركزية وجهات رقابية من 89 دولة. جاء ذلك تقديرا لجهود البنك المركزي المصري في تعزيز الشمول المالي ودعم التمكين الاقتصادي للمواطنين والشركات وتيسير وصول الخدمات المصرفية والمالية إلى جميع فئات المجتمع. كما ضمت جوائز البنك المركزي جائزتي الابتكار في الخدمات المالية الرقمية والالتزام بتحقيق مستهدفات الشمول المالي. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن الخطة المتكاملة والتي ينفذها قطاع البترول لزيادة قدرات صناعة البتروكيماويات تمضي في تحقيق أهدافها من خلال مجموعة من المشروعات الجديدة الطموحة والتي تمثل فرصا جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية، وفي مقدمتها مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذلك مشروعات البتروكيماويات بالظهير الصناعي للعالمين الجديدة. كما أشار وزير البترول إلى أن قطاع البترول يجهز لعرض مجموعة من المشروعات الخضراء والصديقة للبيئة خلال قمة المناخ القادمة في مصر. جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول لاجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2021-2022. ارتفعت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال الموسم التزريعي 2021-2022 بنسبة 13.1% لتسجل ما قيمته 2.722 من ألف مليار دولار مقابل 2.406 من ألف مليار دولار خلال موسم 2021-2022. هذا وأكد المجلس التصديري للحاصلات الزراعية زيادة الكميات المصدرة بنسبة 1.7% خلال الموسم التصديري الحالي لتسجل 4.3 مليون طن مقابل 4.2 مليون طن خلال موسم 21-22. استقبلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفد شركة كراستس فيتمت الروسية العامة والعاملة في مجال المعادن النفيسة واستخداماتها الصناعية. يأتي ذلك في إطار توافد الشركات الروسية على المنطقة الاقتصادية في إطار الاتفاقات التي تمت بين الجانبين المصري والروسي لإنشاء منطقة صناعية روسية بشرق بورسعيد. وتم خلال الاجتماع استعراض المزايا والحوافز التنافسية العالمية والتي تقدمها المنطقة. إلى سوق المال، حيث تبينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم منتصف جلسات الأسبوع وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق 1.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 688.5 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات فتراجع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 9817 نقطة. كذلك ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 2267 نقطة. وصعد مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 95% ليغلق عند مستوى 3206 نقاط. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 19 جنيها و44 قرشا للشراء و19 جنيه و55 قرشا للبيع. اليورو سجل 18 جنيه و74 قرشا للشراء و18 جنيه و85 قرشا للبيع. بالنسبة للجنيه الاسترليني فقد وصلت قيمته إلى 20 جنيه و98 قرشا للشراء و21 جنيه و11 قرشا للبيع. وبالنسبة للدرهم الإماراتي فقد وصلت قيمته إلى 5
جنيهات و29 قرشا للشراء و5 جنيهات و32 قرشا للبيع، واخيرا الريال السعودي الذي وصلت قيمته الى 5 جنيهات و17 قرش للشراء و5 جنيهات و20 قرشا للبيع. من أسواق العملات إلى أسواق المعادن النفيسة، حيث انخفضت أسعار الذهب العالمي انخفاضا طفيفا مع ترقب السوق العالمي للذهب في هذا الأسبوع لعدد من التقارير والبيانات التي قد تؤثر في حركة المعدن الأصفر، حيث تعتبر التقارير والمؤشرات الاقتصادية بوصلة يتحرك على أساسها المستثمرون وأصحاب رؤوس الأموال لشراء الذهب بوصفه الملاذ الآمن. سجل المعدن الأصفر 1639 دولارا للأوقية. أما محليا فوصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 967 جنيه، وعيار 21 وصلت قيمته إلى 1127 جنيه، وبالنسبة لعيار 24 فقد وصلت قيمته إلى 1288 جنيه، وأخيرا الجنيه الذهب الذي وصلت قيمته إلى 9016 جنيه. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف متأثرة بارتفاع الدولار ومخاوف من أن تؤدي الزيادات الحادة في أسعار الفائدة على مستوى العالم إلى ركود والإضرار بالطلب على الوقود. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.1% إلى 85 دولار و52 سنتا للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ب 2.2% لتصل إلى 78 دولار و8 سنتات للبرميل الواحد. وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.2% لتصل إلى 3.96 دولار للتر، وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.1% لتسجل 6.79 للدولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ذكرت وكالة أنباء رويترز نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلع أن روسيا ستقترح على الأرجح أن يخفض تجمع أوبك بلس الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا في الاجتماع القادم في أكتوبر. ورفض تحالف أوبك بلس زيادة الإنتاج لخفض أسعار النفط على الرغم من ضغوط كبار المستهلكين ومن بينهم الولايات المتحدة الأمريكية، وقد انخفضت الأسعار بشدة في هذا الشهر لمخاوف بشأن الاقتصاد العالمي. صعدت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت عند الفتح بعد 5 جلسات من البيع بفعل مخاوف من تباطؤ اقتصادي ينتج عن رفع أسعار الفائدة. وارتفع المؤشر دو جونز الصناعي بنسبة 54%، وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز ب500 بنسبة 86%. كذلك صعد المؤشر ناسداك المجمع ب1.41%. وصلنا معكم إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة.